مشروع ست الحيطه هو مشروع قايم على فن الجرافيتي، والفكره منه ان احنا عايزين نتكلم على القضايا على قضايا المراه. مشروع ست الحيطة هو عبارة عن مشروع بيناقش قضية المرأة وكده. طبعا المرأة المصرية اللي هي مقهورة في مصر بكل الحاجات، فاحنا هنا بنحاول احنا نعبر بالرسم عن قضية المرأة في المجتمع المصري وكده. يعني ببساطة هي بتعبر عن واقع الحال في الشارع، الراجل أو أي حد جنس الذكري يعني قاعد على القهوة بيشيش، فأي حد أي واحدة ماشية حتى لو وحشة لازم هيبص لها ولازم هيقول لها أي كلمتين ملهمش أي لازمة. فاحنا هنا رسمنا الفيديو بتاع الفيمال شعر من ظهرها، حطينا عين علشان احنا واحنا ماشيين في الشارع يعني اي بنت بتبقى ماشيه هي عارفه من ظهرها انه في حد قاعد وراها بيبص لها يعني، بس فعشان كده حطينا العين في الشعر ورا. وبعدين اللي بتاع الشيشه اللي هو بيشربها هو ملفوف حوالين جسمها، ان هو بيخنقها يعني هو بيضايقها وخلاص ببصته، ولا هي ماشيه معاها لغايه الاخر بقى، ف يعني خلاص هي ممكن تروح تقعد في بيتهم وتبقى قاعده براحتها، برده هو حاجه بتاثر فيها لغايه لما تمشي.